بدقة وإحكام مفرزين تناسلا سريا سلسا، وتفلح إلى حد بعيد في خلق التناغم النصي الداخلي بين الأحداث التي تتفاعل وتتنامى بشكل يفضي إلى سيرورة سردية يحكمها التعرق العلوي، فترى الحدث يخرج من راحل الحدث، وتستمر الدورة السردية في السيرورة والدوران لتثمر كينونة كتابية ذات خصوصية. نجد في المجموعة مادة سردية سماء التعدد والتنميه، منها ما ينتحب من الواقع النفسي، ومنها ما تقطفه الكاتبة من شجرة الخيال، ومنها ما يتخذ الواقع الاجتماعي مرجعا سرديا. تتداخل هذه المرجعيات في قصة واحدة وتختلف، كل ذلك محكوم برؤية فنية سابقة. ولعل المسح القرائي لقصص الإضافة يعطينا انطباعا أوليا واضحا عن الكلمات التي